اللي تناولت في الصحف والمواقع فوز الاهلي على الداخليه واسهام كوليبالي فيها، عشان نرجع نتكلم بالتحديد على كوليبالي. موقع كوره قال كوليبالي يتوهج ويقود الاهلي للتحليق في صداره الدوري، وصدى البلد قال كوليبالي يقود الاهلي للفوز برباعيه على الداخليه. اليوم السابع سجل الاهلي يدهس الداخليه برباعيه في ليله اكتشاف الجوهره كوليبالي. بقى بسرعه جوهره اهو. الاهرام قالت الاهلي يبدا مسيره الهروب بلقب الدوري بعد الفوز على الداخليه برباعيه نظيفه. كوليبالي قدم اوراق اعتماده للجماهير بهدفين والداخليه شايف الصوره دي يا استاذ ابراهيم مبكرا. شايف بص عليها في كوليبالي عامل ايه؟ منقلبا راسا على عقب كما انقلبت كل التوقعات. بالظبط هو ده، هي صورة بتلخص كل اللي عايزين نقوله. هو دي الحالة. المساء قالت كنت فين يا كوليبالي، والمسائي قال العفريت كوليبالي. المصري اليوم قال كوليبالي يتألق ويقود الأهلي لفوز كبير على الداخلية بالدور الممتاز. دي عناوين الصحف اللي حطت كوليبالي في منشط رئيسي ليها، حطته ده الحدوتة بتاعت الليلة كلها. لكن عايز تتكلم على كوليبالي ولا تسمع بعض الفيديوهات الأول؟ بتعمل عن كوليبالي؟ عن كوليبالي اسمع بس. أنا خلاص ما بقيتش ده اللي يهمني، لأن أنا بقدر ما أنا فرحان أنا مخضوض. طب ما نخلي كوليبالي دلوقتي ونسمع رأي الخبراء في المباراة نفسها. أنت رئيس التحرير. خالد بيبو يتحدث في دي إم سي عن فوز الأهلي على الداخلية 4-0، نسمعه. اخر نقطة عشان عارف عندك وقت، يحسب للنهارده للكابتن حسام التغييرات. ازاي عدل في الملعب كتير جدا في وقت كان مزوق لعب باتنين راس حربة، وبعدين راح لما جاب الهدف سحب ديفندر السولية ونزل عبد الله السعيد تحت لأن شوية. لان مش من منطق ان انا العب باتنين ديفندر بوصفات دفاعية طول الوقت وانا عايز اكسب وفرقة ما بتهاجمنيش. ما عليهاش حاجة وفرقة ما بتهاجمنيش، فالتعديل كان في وقت مناسب جدا بان هو صاحب السولية ولعب باتنين راس حربة، وبعد شوية عدل الملعب تاني بوليس سليمان، وبعد شوية عدل الملعب تاني بحسام غالي. فيحسب للكابتن حسام غالي التغييرات والتعديلات اللي جوه الملعب. انما مكسب للنادي الاهلي النهارده ميدو حمودي كل ده. خالد بيبو مبسوط يا باشمهندس. شوف خالد بيبو مهم ليه؟ لان ده فيرويد. اول واحد كان متوقع واعطى الفرصه ان اعمل فقره حد يجي يحلل تحركات المهاجمين وماذا لو كنت في هذا الموقف ماذا كنت تفعل؟ خالد بيبو. انا جبت خالد بيبو. وكنت بعمل برنامج خلال قناه معينه رياضيه. خلاص ما فيش مانع نقول اسمها يعني دريم سبورت. دريم سبورت. مش موجوده. فانا قلت لهم يا جماعه لا انا اجيب خالد بيبو يقول لي الفرصه ضاعت ليه؟ والجون جه ليه؟ طب الراجل ده فيرود كويس رغم انه ما جابش جوان، ولا هو اتصرف صح ولا غلط؟ لان ما فيش هم اتنين يعني او ثلاثه اللي يقدروا يكلموك في الحته دي بالاحساس ده. بالاحساس ده اربعه يمكن يعني مش عايز اسمي عشان ما حدش يسقط مني يعني. منهم خالد بيبو. شوف انت بتقول ايه؟ محمد رمضان كان بيتحرك ازاي؟ خالد بيبو كان احيانا يهمس للكره فتذهب الى المرمى. يلمسها كده. زي وليد صلاح. يعني الفكره انك ومحمد رمضان ما كانش فيه قوه التسديده ولا التصويبه، ولا يمكن محمد رمضان جاب جولين في حياته بقوه التصويب. واحد فيرست تايم من بره، واحد فيرست تايم من جوه قدام الاسماعيلي. بالظبط. واحد فيرست تايم من بره قدام الزمالك. لكن الباقي كله كور محطوطه، وهو بيجري كده يعملها كده. هو بيجري كده يعملها كده، يعملها كده. اذا النوع ده من الفراوده يقدر يحكم على تحركات اللاعب. على بيفكر ازاي. دي اهميه شهاده خالد بيبو. معلش. طيب فرود اخر بقى من فراوده الاهلي كابتن زكريا ناصف في قناه دي ام سي برضو سجل رايه عن المباراه. الماتش اللي فات لما الاهلي كان بيلعب في افريقيا كان مطالب انه يعدي الدور، وبالتالي انا بدور على النتيجه مش بدور على الامتاع. تمام. النهارده بلاعب الداخليه مطالب اني ادي اداء جيد جدا،
يمتعني انا كجهاز فني، يمتع الجماهير، يمتع اللعيبه، واداء بيساوي نتيجه علشان اخد الثلاث نقاط. النهارده ده اتحقق بصرف النظر عن الاهداف اتاخرت شويه عن الشوط الاولاني، لان الشوط الاولاني كان فيه فرصتين او ثلاثه. الشوط الثاني الجيم فتح، لان الاخطاء كتير عند دفاع الداخليه، وبالتالي اللعيبه نزلت قدرت انها تستغل في الشوط الثاني الفرص اللي جات لها. الاهداف متوقع، يمكن انا وبيبو اتكلمنا عن ان النتيجه توصل 3 أو 4، ده بالفعل طلع 4 النهارده. طيب زكريا، كابتن زكريا برضه من الناس اللي حكمهم ممكن يبقى اهميته في انه مهاجم بطعم مختلف، هو مش محطه، هو مش السبرنتر اللي بياخد من ورا اللعيبه، هو كان الراجل اللي بيعمل اسيست ويواجه ويشوط من بره، المهاجم القوي. لكن فكره يا جماعه ان احنا عمالين نرسخ فكره بدور على النتيجه مش الامتاع، هو ايه الامتاع؟ ان انا اجيب هيفي سكور، وان انا اضيع فرص، وان انا استحوذ، وان يبقى في لمسات، الم يكن كل ذلك متوفرا في هذه المباراه؟ على صحيح. مدى ال 90 دقيقة كان متوفر، في امتاع، في نتيجة. أما فكرة بقى إن إحنا ننساق ورا فكرة الامتاع، إحنا أحسن كورة وأمتع كورة بتؤدى هذا الموسم في مصر. يشاركنا في هذا الحقيقة يعني المقاصة والمصري ثم سموحة. صحيح. أشكرك. طب أنا أقول لك في فرق تانية بتعجبني. والله في فرق صغيرة مهددة بالهبوط، طنطا بتعجبني. طنطا بتلعب كرة حلوة قوي. أسوان بتلعب كرة كويسة. طب إيه رأيك إن الشرقية بتلعب كرة كويسة؟ في ماتشات حلوة فيها. صحيح. معظم فرق الدوري فيه في حدود الإمكانيات المتاحة، بيلعبوا كرة كويسة، الدوري المصري حلو. أنا عمري ما اتفرجت على فرقة غير الأهلي، دلوقتي بتفرج. طيب، إذا كان رأي اتنين من نجوم الأهلي خالد بيبو وزكريا ناصف بهذه الايجابيه عن فوز الاهلي على الداخليه، ده امر طبيعي. لكن ماذا عن الكابتن حازم امام اللي قال رايه في قناه ابو ظبي الرياضيه؟ الحاجه اللي انا عايز اقولها النهارده برضه في موضوع النادي الاهلي، وهو تغيير حسام البدري. النهارده لما تيجي تلاحظ وانت متعادل 0-0 وتغير السوليه وتنزل كوليبالي، انا بشوف من التغييرات الجريئه اللي كانت حسام، لان الناس قبل الماتش بتقول كوليبالي مع وحش وصفقه فاشله، انت بتنزله وانت متعادل 0-0 وبتطلع السوليه وبتحط عبد الله السعيد نص ملعب مدافع وبتنزل كوليبالي اللي انت لسه مش واثق فيه 100%، فلما يلعب كده يبقى اعمل الكريدت اللي حسام بس دخله في يعني انه الاهلي محتاج انه يفوز. مش كده اللاعب، عارف احنا النهارده لو كان اتعادل الاهلي كان الليله كلها على حسام البدري وازاي تلعب كوليبالي وده ما عندوش فكره وده مش عارف ايه، كان شال الليله. عشان كده لازم اعمل اقول كريدت لحسام البدري، لان هو صاحب قرار وقرار مهم وجريء وكسبه الماتش. لان زي ما بقول لك انا لو في ناس مكانه يقول لك لا الماتش مكهرب، استنى لما يلعب يبقى 2-0 وانزله يبقى الماتش سهل، لكن انت منزله وماتش 0-0 وماتش ممكن يكهرب منك وناس شايلك الليله، يبقى ده مدرب محترم او عنده فكره. وانا بحب جدا المدرب اللي مقتنع بقراراته ما يخافش، ما يقولش لا لحسن ما حدش شايلني، لا اشتغل. والراجل بصراحه اتحرك كويس جدا، الجون الاول اتحرك فيه كويس، الجون الثاني اتحرك فيه كويس، فكان من الماتشات اللي هي او اللقطات اللي انا شايفها مهمه للكابتن حسام بدري من القرارات. لان انا بقول دايما عندي مقوله كده يا استاذ يعقوب، المدير الفني هو مجموعه من القرارات اللي صح، كل ما تبقى قراراتك صح كل ما تبقى مدير فني كويس. ضع مني اخر تعليق. وده راي الكابتن حازم امام. رايه ايه؟ انا ضع مني اخر تعليق من الايربيس بصراحه يعني. شاور بيكلمك، محدش يكلمني يا جماعه، احنا بنحلل الكلام اللي بيتقال. ضع مني اخر، ما عايز اعرف قال ايه، ورايه مهم جدا لانه كان بيتكلم على لقطه محدده. فخلاص الكابتن حازم امام واضح انه كان بيقول راي مهم، ارجو انكم تكونوا وصلتوا له، انا ما سمعتوش. كابتن زميل تامر صقر بقى في استوديو قناة النيل الرياضة مع الكابتن أحمد سمير عن هذا الفوز، نشوف.
كابتن احمد، رغم فوز النادي الاهلي باربع اهداف على الداخليه، لكن الاداء لا زال النادي الاهلي هناك علامات استفهام كثير على اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي يا كابتن تامر فاز بخبرته وبقيمته وبتاريخه وبالهدف اللي هو التارجت بتاعه اللي هو هدف بطوله الدوري، ان هو عاوز يحسم بطوله الدوري بدري بعد خساره الزمالك النهارده ويبعد نسبيا عن فريق المقاصه اللي عنده مباراه بكره. مبروك النادي الاهلي وجمهوره. زي ما بيقولوا في لغه الكره كابتن تامر، الكبير كبير، يعني النادي الاهلي فاز عشان هو الكبير دلوقتي بفرق بينه وبين الامكانيات البشريه اللي بينه وبين فرقه الداخليه. اتفقنا فرقه الداخليه عملت شوط اول تكتيكي بالنسبه للناحيه الدفاعيه كويس. قلنا ان النادي الاهلي لو فضل بالمنظر ده مش هيجيب، لكن النادي الاهلي افضل نسبيا من ناحيه الشراسه الهجوميه او من ناحيه الالتحامات او من ناحيه ان هم عندهم الدوافع او القوه في الشوط الثاني ان هم عاوزين ينزلوا يجيبوا جول ويجيبوا الثاني. شفنا ان سعد سمير حتى كمان هو اللي لاحظ الهدف الاول، فاي لعيب في النادي الاهلي بس الهدف ده كانت تأزمت الامور بالنسبه للاهلي. الاول والثاني اعتقد هم خطأين فادحين، يعني محمد فتحي ما كانش موفق فيهم خالص، يعني الهدفين وحتى الفاول بتاعه ياسين من بعيد قوي كابتن، من بعيد قوي كابتن يخش بالمنظر ده. فالهدف الاول هو اللي فتح النادي الاهلي المباراه، لان زي ما قلنا النادي الاهلي كان فضل بالاداء ده ما كانش هيحرز اي اهداف. اللي جاب الاربع اهداف الاهلي بالمناسبه ما فيهمش حتى هدف عكسي، يعني ما حدش في الداخليه حط جون في نفسه، لكن المنطق الغريب انه لولا الهدف الاول ما كانش الداخليه خسر اربعه. هو في حد يقدر يجيب الرابع من غير ما يجيب الاول؟ ما هو برضو يا جماعه عايزين نناقش المنطق شويه، مش لما الاهلي يكسب اربعه نقول لا اصل كره وليد سليمان من بعيد والمفروض ما تدخلش. لا في حل تاني يا استاذ، في ناس بتدخل فيها الكره وهي في حل تاني، يعني في حل تاني كباري. تعال نبتدي من الهدف التاني. آه، ولا لولا الهدف الثاني ما كانش جه الثالث والرابع؟ إيه اللي هيدور لك على أي حاجة يعني؟ يا جماعة اتكلموا كورة شوية، من فضلكم اتكلموا كورة شوية، أنتوا كلكم لعيبة كورة. فدايماً وأبداً البحث عن أي حاجة تقلل من قيمة اللي حصل، فيتقال لا أصله جون وليد سليمان من بعيد، والجون الأولاني هو اللي فتح الهزيمة، والجون الأولاني يعني هو السبب من الأربعة. يعني قبل الجون الأولاني ما ضاعتش فرص مؤكدة؟ صحيح. يعني كرة كابتن عمرو جمال اللي فيه توفيق حتى الكرة ما ردتش من الجول، ده تعثرت بين ايديه ووقعت في حجره اللي لعبها في بطن رجله. صحيح. يعني انت ما تقولش لولا الصدة دي ما كانش اتأخر الأربع تجوان ليه؟ يعني إذا كنت أنت بقى عايز تحلل يعني. فما علينا يعني. لكن الموضوعية في في دي إم سي كانت من عبد الحليم علي هداف الزمالك. نشوف عبد الحليم علي هداف ونجم الزمالك السابق رأيه كمان في أحمد حمودي اللي مرنه في الزمالك، نشوف رأيه. مش عايزين نبخس حق حمودي النهارده، حمودي النهارده أدى أداء جيد. حمودي تحس إنه معلم في الملعب. إضافة كبيرة جدا. هو حمودي من زمان معروف عنه لعيب كورة كويس. وبيلعب التيم وعنده إمكانيات كويسة وممكن يخلص لك بثوابت، ممكن يعمل لك فارق مع فرقتك. هو اما خد ماتش والتاني ابتدى يظهر بشكل كويس. النهارده كلوبالي يمكن خد الضوء شويه، انما انا بقول لك حموده النهارده عامل اداء كويس، ومبروك النهارده للنادي الاهلي على اربع على الثلاثه بونت وعلى الاربع اهداف. انما كمان احنا في البدايه قلنا ان في فروق كبيره بين الاهلي وبين الداخليه، وده اللي حصل. بيعجبني بقى الانسان اللي ينسق للايه نقطه الابهار. طبعا الاضواء كلها كانت مسلطه على كلوبالي، لان في نوع من الناس طواقه بما فيهم النقاد اللي قاعدين في الاستوديو يشوفوا ايه الراجل الغامض ده اللي كسر الحديث عنه. بعضهم قاعد مستني يثبت وجهه نظره ان هو يعني صفقه مخيبه للامال، وبعضهم قاعد يستني يقول يا جماعه ما نستعجلش. لكن كابتن عبد الحليم استطاع بعيدا عن ضوضاء او الفلاش اللي راح مع كلوبالي ان يلتقط ابداع حمودي. واحنا هو يعني متحرجين يقول لك معلم، في لفظ في الكوره يقول لك صايع كوره، صايع كوره من يوم من صغره تلاقيه واد كده يعني حاسس انا عارف هو بيعمل ايه. فطبعا حمودي، ولذلك انا قلت لك حمودي خلاص مش مفروض انه يتحط في دائره التقييم المستمر، لان هو جاي مقيم وعارفين قدراته وخبراته. عنده خبرات رغم صغر سنه، لعب صغير ولعب في انديه بتنافس سموحه. فطبعا التعليق في محله وانا موافق 100% عليه. اذا كان عبد الحليم لقط خيط و
وإشاد بحمودي، خالد بيبو كمان بحرفانة لقط خيط تاني. نشوف حسام بدري. طب اسالني انت بسرعه. اكيد الكابتن حسام مبسوط عشان كل بالي. اكيد برضو مبسوط لان وليد سليمان صحيح برضو هو وليد سليمان، يعني كان في فتره وليد تحت شويه صحيح. فارق في هجوم النادي الاهلي. بص انا هقص لك الكلام بسرعه جدا، هديك عناوين كده. وليد سليمان لعيب ليه تقله في النادي الاهلي، حمودي عمل ماتش كويس، ميدو جابر عمل ماتش كويس، انما التقل الهجومي بتاع وليد سليمان مختلف. على ما الاثنين يوصلوا لنفس التقل بتاع وليد سليمان وبتاع مؤمن زكريا هياخدوا وقت. شفناه وليد في كل التصرفات اللي بيجيله كلها على الجون، كلها فيها تقل، فيها رزانه، فيها احساس بالملعب ان انا عندي ثقه ان انا اقدر ان انا اجيب جون وارجح كفه النادي. فحمودي عمل ماتش كويس، ميدو جابر عمل ماتش كويس، لسه هياخدوا وقت على ما يجيبوا التقل بتاع الاثنين دول. دي نقطه. حتى تعبيرات كابتن خالد بيبو تعبيرات مش تقليديه. قال لك انا هقص الكلام، وليد سليمان عامل تقل هجومي ودفاعي. كلمة تقل هجومي ودفاعي مش معناها انه يسرق الكاميرا يبقى النجم الاوحد ونجم النجوم ورجل المباراة. الرجل الاكثر تأثيرا، الرجل المؤثر الذي يحدث الفارق عندما يتواجد في الملعب. واشار الى لاعب مش موجود في الملعب وانا سعيد انه جاب سيرته، واحد من اهم اللعيبة في النادي الاهلي، ويلقى ايضا نوع من الجدل الغير مبرر لانه قال لك ومؤمن زكريا اتنين بيعملوا تقل، ما هوش في تقل وليد، ما هم مبدعين لكن مش في تقل لا وليد ولا مؤمن. لعيبه تقيله. ايه اللعيبه التقيله؟ اللي في الماتشات التقيله تكون موجوده وتحدث هذا الفارق. انا موافق جدا على التعليق، لكن هو احنا ممكن اقول تعليق عابر كده اتفضل على نتيجه الدوري الاسبوع ده؟ هجيلك بس خلينا القط علي ماهر نشوف اللقط في الإشادة الفردية مين بالظبط، وبعدين نشوف المهندس عادلي اللقطة بتاعته. الحالة الثانية سعد سمير يا كابتن، دي ميزة، هي دي يا كابتن كنا بنقول عليها في الشوط الأولاني، سعد ميزة لازم السيرد باك يعدي يدوس على الكورة طالما في مساحة يعدي يدوس عليها، بقيت أكني لعيب نص ملعب. وده بصراحة الجون بتاع سعد سمير ده هو ده اللي فتح الماتش، هو ده اللي فتح الجيم وخلى الموضوع. خدولك مره ثانيه معاك اهو، شوف منطلق منين يا كابتن. بص يا كابتن، منين؟ من نص الملعب. طالما في مساحه دوس، انت ليه عايز هتلعب لمين؟ هتلعبها ليه؟ هم كل واحد واقفين مع هم فاهمين لسه بالفكر اللي هو مان تو مان، وكل واحد ماسك واحد، خلاص طالما انتوا خليكم واقفين كده وانا ادوس على الكوره واروح اجيب جول. بس يا كابتن مدحت معلش اخر حاجه عايز اقولها على سعد، انا ببارك له عشان النهارده عيد ميلاده يا كابتن فادي. كل سنه وهو طيب. يعني عادة شياكة علي ماهر بقى. لا عادة انت في ما يكون عيد ميلادك بتتقبل الهدايا. الناس يجيب لك الهدية، انك انت في عيد ميلادك تجيب هدية تقدم للناس الهدية. فدي ده يعني مش تالت سعد، شقاوي سعد. سعد سمير بيتطور بشكل هائل جدا. لكن ده اللي انا عايز اقوله، معظم الفرق وكان عيب الدفاع في النادي الاهلي هذه الازمة يتقهقر امام الايه الضغط، فيقربك من المناطق المؤثره، تتعرض بقى لايه؟ للبساط، للالعاب المؤثره، للشوتينج من بره. فشوف مشوار سعد لم يقابله احد. كويس؟ لو كان فكر يباصي كان ممكن الهجمه دي تنتهي الى لا شيء. لكن شاط مش بالضروره انها تيجي جون كل مره. لكن بالضروره انها تشكل تهديد، لان انت لما هتيجي المره دي تشوت وتهدد المره الجايه هيطلع لك الديفنس. فدي كلها مسائل. هتأذن لي امتى بالملاحظه؟ هقول لك النتائج وبعد كده اسمع منك الملاحظه. ماشي. مبدئيا نقول لكم هو في ايه في الدوري الاسبوع الجاي؟ يوم الاربع طلائع الجيش هيلعب الداخليه الساعه 3، ده في الاسبوع 23، والشرقيه مع الزمالك يوم الاربع الساعه 6، دي مؤجله من الاسبوع 21. يوم الخميس طنطا وانبي الساعه 3، ده في الاسبوع 22، والاهلي وبتروجيت هيبقى الساعه 7 في الاسبوع 23. الماتشات دخلت في بعضيها. لكن ماتشات هذا الاسبوع نتائجها ايه؟ يوم الجمعه الشرقيه فاز على المقاولين 1-0، ده في الاسبوع 23، وفي نفس الاسبوع الانتاج الحربي تعادل مع اسوان، او اسوان تعادل مع الانتاج الحربي 1-1. مين بيمرن الشرقيه؟ ها؟ مين بيمرن الشرقيه؟ عماد النحاس. شكرا. الشرقيه تحت قياده عماد النحاس، لو هفكر لك المدربين،
كسب المقاولين بقياده محمد عوده 1-0. الانتاج الحربي ومديره الفني الكابتن مختار مختار اللي تولى المسؤوليه بعد شوقي غريب اتعادل مع اسامه عربي اسوان 1-1 في مباراه اهلاويه. النصر للتعدين تحت قياده احمد كشري فاز على وادي دجله بقياده ميدو 2-1. يوم السبت سموحه بقياده مؤمن سليمان فاز على الزمالك في مباراه محمد حلمي الاخيره 2-0. والاهلي بقياده حسام البدري فاز على الداخليه لاشرف قاسم 4-0. الاتحاد السكندري فاز على طنطا 1-0. ومصر المقاصه فاز على الاسماعيلي 3-2. والمصري بقياده حسام حسن فاز على انبي طري العشري 2-0. انا ليه بسالك مين المدربين؟ اه لان الحقيقه انا مدرب الاهلي مش عارفين يسوقوا نفسهم. مدرب الاهلي ابناء الاهلي ابناء الاهلي واحنا الحقيقه مقصرين. يعني انا اجد الاخرين الاخرون تجد الاخرين الاخرين بيقدموا نفسهم صح وبيسندوا بعض وكل حاجه تمام. كل ابناء الاهلي لم يهزم منهم احد. فازوا جميعا وتعادل بين اثنين اهلي واهلي لم يهزمه. فنجد كشري حول هزيمته امام فريق كبير زي طلاع الجيش زي وادي دجله فريق كبير معاه مدرب فاهم ودارس ويعني ولافف يعني عالمي يستطيع ان يحقق الفوز عليه ويحول الهزيمه الى فوز. كشري وهو صاعد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اسامه عربي يلم شتات اسوان ويقف على رجليه ويتعادل مع كابتن مختار ويعني اذا نقله لازم تحسن. عماد النحاس واخد فريق الشرقيه الكل خايف ياخده الكل خايف يتصدى لهذه المسؤوليه بعد تجربه هايله له مع اسوان يعني ايوه عماد طبعا نجح في الموسم الماضي وجزء كبير من الموسم ده ويستطيع ان يحقق هذا الفوز الهائل. يعني ده معنى ايه؟ ان في مدرسه بتخرج ناس بيعملوا في حسام البدري في قياده الاهلي حسام البدري في الاهلي متصدر الدوري طبعا طبعا بالتاكيد وتجربه الكابتن حسام طبعا هو محسوب الى جزء كبير في المصري حسام حسن في بورسعيد طبعا فانا عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله ان لا هو اللي ساكت وعنده حياء ومتربي في مدرسه انضباط لا يا جماعه يعني بصوا له بنظره انصاف يكفي انهم ما عندوش يلفوا يعني ما حدش فيهم بيسيب الا مضطر اللي كان الجهه بتاعته تقول له كفايه كده او تتفق معاه لهذا ما حدش مشي من مكان عامل مشكله لكن كابتن مختار مشي من الاتحاد والناس بتشكر فيه ومحترماه اي بس هو حاسس ان استنفذ بخته وهم عايزين يجيبوا مدرب اجنبي وعايزين يجيبوا مدرب اجنبي خلينا واقعيين هو المدرب لما بيستشعر ان الاداره عايزه تجيب مدرب اجنبي ربما لضغط جماهيري ربما لاي حاجه تانية رغم ان كان مشوار مع الاتحاد ناجح جدا يعني فانا عايز اقوله يعني عايز ابارك لابناء الاهلي. كان دايما وابدا يتقال ملحوظه ان هو ولاد الاهلي في التدريب فرصهم بتبقى اقل وكان الناس بتفسر ده لانه اللي اتربى داخل منظومه النادي الاهلي صعب ينجح الا لو لقى نفس الظروف بيبقى في صعوبه لا بيخرج للجو عايز نفس الاجواء عايز اجواء يعني متظبطه او درجه الحراره والرطوبه يعني انما 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 ما فيش شك ما حدش بيندم عندما يتعامل مع ابناء النادي الاهلي. عايز اقول لك على حاجه على ذكر ابناء الاهلي وضوابطهم. الحاج سيد متولى عليه رحمه الله لما جه يجيب محمد رمضان كمدير كوره قال انا عايز مدير كوره من ولاد الاهلي بمواصفات الاهلي. عمل الشغل ده قاعدين فقلت له مش هتلاقي ده لان مدير الكوره في الاهلي بينجح بسياسه وانضباط ولايحه هتوفر له قال لك اعمل له اللي هو عايزه وقد كان لما ادى الكابتن محمد رمضان عارف مثلا رمضان لقى ايه قال لك اشواك في بورسعيد غير طبيعيه كان ابراهيم المصري وسيف داوود اتنين من ابناء بورسعيد الكبار وجماهير سوق ومؤثرين في الجمهور ومشاركاتهم مجلس الاداره مش عارف يبطلهم سيد متولى الله يرحمه قال لك محدش ودي بلد قد كده شلنا اللغم ده الا محمد رمضان لانه قدم لهم تقرير مشاركه كل واحد في الماتشات قد ايه
بقاله 3 سنين وقال لك اتحمل المسؤوليه وتحمل هو ذكر قال لك قال لك محدش شال اللغم التقيل ده عني. وهو مين اللي ادى الفرصه لكابتن حسام ابراهيم؟ اه الحاج سيد متولي. الحاج سيد هو كان قريبا بقلبه من النادي الاهلي ومقتنع بمدرسته الله يرحمه. لكن وانت كنت شاهد على محاولات دايما كان في فتره يعني هو بس القدر يعني اختاره في وقت كان الاهلي والمصري يحظيان باهدها عصور العلاقه وكان مرشح يعني الاثنين العلاقه دي مرشحا ان تنمو وتتطور العلاقه اهم بكتير. وعايز اقول لك في اهلاويه كتير جدا في بورسعيد دلوقتي بورسعيد. ما علينا انا دلوقتي هنتكلم على كوليبالي عريس الاسبوع بقى عشان ده فيك عايز فقره لوحده. هنطلع لفاصل ونشوف عريس الاسبوع كوليبالي دليل ادانه وشهاده اثبات وفيديوهات حضراتكم بعد الفاصل.